جماد عاضا عليه بنواجد الحفاظ بعد تحوله مثابة زورة ومهوى أفئدة لم تلهي عن رعايته عروض الإغراء ولم تستفزه سياط الابتزاز. يحمد المقدسي عماد أبو خديجة سرى عملية ترميم أرادها توسعة لمحل وأرادها القدر كشفا أثريا، كشف كان له ما بعده في تاريخ المحل الذي ورثت ملكيته كابرا عن كابر قبل أن تأزف نقطة التحول في حياة نشاطه الذي بموجبه انتقل اهتمام أبي خديجة وسما تفكيره إلى تحويله مطعما يكون ريعه وقفا إسلاميا للمسجد الأقصى المبارك ومصرف عائدة على المحتاجين والفقراء. فكرة عرفت طريقها إلى ذهن المقدسي عماد على خلفية وقوفه خلال عملية التوسعة على آثار حضارية قديمة خلف محله المنقوض عند شارع باب السلسلة بالبلدة القديمة، لكن وشاية ماحل كاشح انتهت بفرحة المقدسي عماد يوميات مضارة تخلل فصولها العصيبة مسلسل إرصاد بدأ ببغتة اقتحام نفذتها ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية منتشية بغنيمة تشف شمل مخرج كيدها مبيت ليلة في السجن وتغريم قيمة 10,000 دولار ووقف العمل تحت ذريعة الحفر دون إبلاغ. فجاءة مكر لم تقطع أسباب الاستدراك أمام عماد الذي استرد بروية الاستئناف ما استلبه الاحتلال بعنجهية المصادرة في معركة متابعة قانونية جلى غبار طعنها عن انتزاع قرار من المحكمة الصهيونية بإعادة العمل من جديد لتواري محكمة الاحتلال سوء كسرتها باشتراط وجود موظف من سلطة الآثار للإشراف على أعمال الحفر ودفع المالك المقدسي مبلغ 100,000 شيكل ليرفع سطر الفقرة التالية من الحكاية رأسه معلنا مزيد اكتشاف عنوان ظفره هذه المرة الوقوف على أنفاق تهدي سالكها سواء سبيل المسجد الأقصى وحائط البراق وكنيسة القيامة وظاهر البلدة القديمة، أنفاق أسفرت عن تاريخ معرق تفاصيل ملامحه الحضارية وفق معلن البيانات العلمية والمعطيات البحثية، طبقات أثرية ذات قناطر تاريخية بعضها يعيده علماء الآثار إلى الفترة الصليبية أو تاليتها الأيوبية، بينما يرجعون تاريخ بعضها إلى العصر البيزنطي.